اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. لعل من نواهب الحكم في العراق منذ عام 2003 لحد اليوم ومن مصائبه ان يكون توفير رواتب الموظفين انجازا كبيرا لحكومه من الحكومات، وان يكون الاقتراض الداخلي أو الخارجي منجزا كبيرا يتفاخرون به. قبل أيام وبالتحديد في يوم 24 حزيران وافق مجلس النواب الحالي على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك لتعويض العجز المالي طبعا للعام الحالي 2020، السبعة أشهر الباقية يعني من حزيران لغاية كانون الأول 2020 يحتاجون، هناك عجز مالي كبير، وهذا لغرض التغطية على كارثة الفساد التي تنخر، الفساد المستمر التي تنخر في أسس العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وآثارها اللي أوصلت العراق إلى الإفلاس. يعني مصطفى الكاظمي عندما استلم الوزارة قال يعني استلمت خزينة فارغة، خزينة خاوية من أي مبالغ، وقيل أنه ما فيها هو 300 مليون دولار فقط. العراق بكل هذه الثروات الهائلة، بكل هذه الواردات النفطية الهائلة طوال 17 عام اللي وصلت ما يقارب تريليون ونصف تريليون دولار واردات العراق فقط من النفط، والعراق خزينته خاوية، والعراق لم ينجز شيئا سوى الفساد والخراب والدمار والفقر الذي ازداد والمرض الذي ازداد والبطالة التي ازدادت. وطبعا هذا القانون صدر ايضا للتغطية على العشوائية والارتجالية وغياب الرؤية السياسية العامة والسياسة الاقتصادية، غياب الرؤية في كل المجالات ومن ضمنها السياسة الاقتصادية. لا توجد سياسة اقتصادية بالعراق. وما دمنا نتحدث عن الاقتراض، اقتراض العراق الأموال، فلا بد أن نعرف كم يحتاج العراق من أموال حتى نهاية عام 2020. طبعا وزارة النفط قبل أيام في نهاية مايس الماضي، هي في نهاية كل شهر ربما، لكن الذي اطلعت عليه في نهاية مايس الماضي قالت أن واردات النفط للعراق خلال شهر مايس قد بلغت 2 مليار و 136 مليون و 83 ألف دولار. هذه واردات النفط. مستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال قبل فترة أنه ما نحتاجه فقط للرواتب وللأمور التشغيلية البسيطة مع الرواتب أكثر من 7 تريليون دينار، ما يعادل حوالي 5 مليار دولار نحتاج فقط للرواتب حتى نمشي قضية الرواتب. طبعا هم باعوا النفط على اساس البرميل الواحد ب 21 دولار و 420 سنت، هكذا قالوا انه باعوا النفط ولن يزيد عن ذلك، ربما هذا اعلى سعر يتحدثون به. الاسعار تنخفض والوضع ماضي للانخفاض، الوضع الاقتصادي العالمي سيء جدا، الوضع الصحي في العالم كله سيء بسبب الكورونا، لذلك من المرجح وخبراء النفط يتوقعون انخفاضا، استمرار الانخفاض باسعار النفط. ولما كان الدولة والحكومة تدفع رواتب مثل ما يقولون 6,500,000 موظف، هذا من لسانهم، يعني هم يتحدثون نحن نوفر رواتب 6,500,000 موظف ومتقاعد، تبلغ قيمتها اكثر من 5 مليار دولار. فحجم العجز الشهري للرواتب فقط نحو 3 مليارات، اذا ما يعني قسنا المبالغ التي جاءت من النفط اذا ما وضعناها معها، العجز 3 مليارات، اكثر من 3 مليارات دولار. واذا ما ارادت الحكومه توفير الرواتب فقط للاشهر السبعه المتبقيه من هذه السنه، يعني من شهر حزيران لغايه شهر كانون الاول، تحتاج الى اقتراض 21 مليار دولار، يضاف لها نحو 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون سابقة، لأنه عليهم ديون ومستحقات يجب أن يسددوها حتميا، هذه واجبة التسديد. 15 مليار، فيكون المبلغ المطلوب
المطلوب اقتراضه هو 36 مليار دولار. هذا المبلغ مبلغ يعني كبير جدا الحقيقة، وهذا المبلغ يذهب إلى الرواتب لا إلى الاستثمار لا إلى أي مشاريع، فقط الرواتب. ومن وعدوا بوظائف جديدة، من وعدوا بمشاريع، من وعدوا بإنجازات معينة، هذه كذبة كبيرة، لن يستطيعوا تلبيتها. الوضع بهذا الشكل الاقتصادي المظلم تماما. رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب يؤكد أن هذا المبلغ أقل من الحقيقي، لأنه يقول أنه نحتاج عفوا نحتاج إلى 42 مليار دولار يعني لتوفير النفقات التشغيلية فقط، هذه اللي هي رواتب ومستحقات، نحتاج إلى 42 مليار دولار وليس 36 مليار دولار. وبحسب اللجنة المالية لمجلس النواب الحالي، ديون العراق الخارجية بلغت في منتصف عام 2019، هم هكذا تحدثوا بتقرير لهم، أكثر من 125 مليار دولار، وهو رقم ربما أقل لا يعبر عن الحقيقة، لأنه في عام 2017 صندوق النقد الدولي تحدث عن أن ديون العراق في عام 2017 بلغت 122 مليار و900 مليون. هذه الديون الخارجية، تحدث عن الديون الخارجية، يعني نحو 123 مليار دولار، هذا في عام 2017، إذا ما أضفنا العجز في الموازنات 2018 و2019 والاقتراض المستمر من ذلك الوقت، سيصل المبلغ إلى أكثر من 170 مليار دولار حقيقة الاقتراض الخارجي. يضاف لها 45 مليار، هم يتحدثون عن 45 مليار اقتراض داخلي، فبالتالي حجم الدين على الحكومة على العراق بشكل عام 220، أكثر من 220 مليار دولار. من من يعني من سيستطيع أن يسدد هذا المبلغ؟ يعني ربما يتجاوز هذا المبلغ 250 مليار دولار بإضافة المبالغ التي سيتم اقتراضها. يا طبعا هذا تحدثنا عنه، هذا الدين، إذا ما ضفنا مبلغ 36 أو مثل ما قال 43 رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الحالي، فالمبلغ يتجاوز 250 مليار دولار، ربع تريليون دولار مطلوب العراق أن يعني قروض عليه. كيف سيسدد هذه وبرقبة من؟ هذه ستحمل، هذه كلها نفقات تشغيلية ستحمل يعني الجيل الحاضر والأجيال اللاحقة في العراق مصائب كبيرة وخطورة كبيرة، سترهن الاقتصاد العراقي لإيرادات خارجية لن تستطيع أن تنشئ سياسة اقتصادية وطنية مهما قلت ومهما فعلت، لأن هنالك دول وهناك منظمات تطالبك بأشياء كثيرة مقابل إقراضك هذه المبالغ. الاقتراض يعني وفقا للخبراء الاقتصاديين مصيبة كبيرة إذا كان يذهب إلى مشاريع لا يذهب إلى مشاريع استثمار، إذا ذهب إلى مشاريع تشغيلية مثل الرواتب وخدمة الدين وما شابهه، فهذه كارثة كبيرة تحمل الأجيال مصيبة كبيرة وخطيرة جدا، وهذا يرهن الاقتصاد مثل ما قلنا العراقي. فبالتالي هذه السياسات الكارثية التي حصلت من عام 2003 لحد الآن بالتالي يتحملها الشعب العراقي. ووزير المالية يقول أن الفترة القادمة 40 مليون عراقي عليهم أن يتقشفوا، أن يستعدوا لوضع اقتصادي صعب عليهم. الشعب العراقي هو من سيتحمل الديون وسيتحمل هذه الأوضاع المزرية التي أوصلوا العراق إليها بسبب الفساد والخراب والدمار الذي حل بالعراق. هذه مجمل قضية الاقتراض الذي يعتبرونه منجزا لهذه الحكومة والحكومات السابقة. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة.